قالوا مين اللي صبصب يصبصب؟ مين اللي صبصب صبابة في محراب بابا؟ وشرب من أوراق شاير بشاير باب يبلغ البشر، صار يبلغ البشر، وات سرخ بعينه صوته، سرخ بعينه صوته في وادي تجرد من النفس. سرى بها في سوريا النور طابت صغيرة، صغيرات كتبت كتاب عليه وشرحت حكاياته. ساعة الفجار تجيب الخم بالأمر وتصب في أنا ياتو، بدل ما نقرا في صفاتها تعالى نقرا في صفاته. الجمال في الدنيا
سكناه وولاه ومحلياه على بركة وسكني وسكني سكني يا أبا البركة. اللي ما بيعجبنيش بسيبه